أنا لما وافقتك أنت والدكتور كريم إنك تعمل اللي أنت عايز تعمله ما كنتش متخيل إطلاقا إن كل ده هيحصل. الحالة بقت أسوأ من الأول. اسمح لي اقول لك ان عمر الكبد ما هيبقى هو الطريقه اللي نعمل بيها حاجه صح. مستحيل. الكذب هو الكذب مهما كان متزوق. بس انا ما كذبتش عمر. انا ما كذبتش. انا ما كانش عندي حل تاني. ما كانش في حل تاني قدامي. محدش هيقدر يفهم انا بحس بايه كل مره بشوف فيها مريم او بسمعها وهي بتكلمني عن حالتها ولا يأسها. محدش هيقدر يفهم يعني ايه مريم تطلب مني طلب زي ده بمنتهى البساطه ويبقى مطلوب مني ان اقاوم وارفض واقاوم كل الضغوط اللي هي بتضغطها عليا. انا تعبت. عارف حضرتك انا ساعات بقعد افكر ما يمكن هي صح. ما يمكن انا كده سايبها تتعذب وخلاص وبعد كده ارجع تاني اقول هي بتنقل يأسها ليك. انت بتخرف ولا ايه؟ انا ما عنديش حل. انا كنت كل اللي طالبه بس انها تحس هي بتطلب مني ايه. كنت عايز اقلب الضغط ده عليها. انا شرحت لك حالتها واللي هي وصلت له. وبالتاكيد كل حاجه بتقول ان احنا رايحين للأسوأ. رأيي إن الموضوع دوت لازم يقف. أكد لك إنك مش هتسامح نفسك لو الموضوع ده استمر. أنا كنت عايز أساعدها. أنا كنت عايزها بس هي تحس بيه. كنت عايزها تفهم إن اللي هي طلبته مني ده ما ينفعش. عايزة تفهم ان هي ما ينفعش تمشي وتسيبني دلوقتي، تفهم ان انا محتاج لها زي ما هي محتاجاني، انت فاهمني؟ وهو ما ساعدهاش. لازم ننهي الموضوع ده. ارجوك. انا والله ما كانش قصدي كل ده. انا بحبها. مريم استني يا مريم. مريم أنا آسف. أنا آسف. أنا آسف. أنا كنت متخيل إني كده هخليكي تمسكي في الدنيا أكتر. أنا ما كنتش عايز غير كده. ربنا بس يا مريم اللي عارف إيه اللي هيحصل. محدش يعرف غيره. ما كانش ينفع أكدب عليكي الكدبة السخيفة دي بس. كان نفسي تحسي بيا. نفسي تحطي نفسك مكاني. قلت هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليكي تبطلي تطلبي اللي بتطلبيه مني. إحساس اليأس اللي بتقابلني بيه بيموتني يا مريم. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.